بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستون ايتن أربعة مسرتات زبل أبت مقدم لنا كساب حجوين مغنياتو تمقدم نايت المؤلف عبي تمرتن عبي فائدة سلزلو علماء نتمقدم طرح نوح مقلصتات غير ملو مالتهم كمتي ابتزا حالة فزر آنايو من قدي ناي سيدنا إبراهيم تي حانيفية زبهال أن تعبد الله وحده لا شريك له مخانو قلت لنا مالتيو كومو دماني كل غزين من تاينا سيدنا إبراهيم نذكرهم كاب قالوا تأنبيا انت رأت باهيلو بسلسته من قد تاتزبل ابتزا حالفة تقسنايو مجمريا ربنا عز وجل أمر باتباعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قد ناي سيدنا إبراهيم تختلي خاتة باهيلوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تعزيزهم مالتيوم كومو دماني أبو نبيات سلزخونو أنبياء كابني إسرائيل كلاتهم كاب زوريا ناي سيدنا إبراهيم مخانومين تقسنا مالتيو كوموين النبي عليه الصلاة والسلام تلايخهم مسموتو هزب قريش يخونو أي هداويان يخونو نصارى يخونو كلاتهم نحنا تختلتي ناي سيدنا إبراهيمنا يبلونيروم الله سبحانه وتعالى دماني نسيدنا إبراهيم بحق تقتل يزبهال نبحتو نا الله سبحانه وتعالى زقتل نا الله سبحانه وتعالى راح دقزة أنت أخوينيو مسلم زبهال تقتل نسيدنا إبراهيم زبهال وين تباهلو مالت نخلو مرتعز اللو غيرنا أبستيز حلفة حستو قليزنا نيرنا مالتي بده حريتو مؤلف هذا عبي تنبه جيرو نبه الشيخ على أمر مهم فقال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد عبادة عبادة تباهلو تقبالنا تأيركبني إلا توحيد كله واللويلنا فمن عبد مع الله غيره لم يكن عابدا لله تدعى أن رب سبحانه وتعالى يملخيو تخونقين كالوت مسؤود ما تدعى شركة زقبر كوين مس رب سبحانه وتعالى إذي نربي قزة الله نربي يملخ الله كنبلو عين خئلنا مالتيو ولا يعتد بعبادتي تعبادة زقبرك تقبرو زلخاص تقبالنا تالوين أي بحالنيو بل تعبادو فرسي زخون مالتيو لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد عبادة عبادة نخبها التوحيد كله الله ثم مثل الشيخ على ذلك نزيم بأريك مثالي انتاي تقسو الشيخ مالتيو انتاي لو كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة حدث صلاة سجدو كبها لايك إلنيو إلا طهارة خمال الله مالتيو أي كما لو صلى الإنسان على غير طهارة فصلاته باطلة ليست صحيحة ترى حدث بدي طهارة صلاة سجدوا تصلاته تقبالنت يبلان فكذلك العبادة عبادة دماني لككم إذا دخلها الشرك أفسدها شرك ترى آتي ونت عبادة أبلاشي ومالتيو ولكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العبادات انت دعا بفلا الشرك الأكبر انت دعا خوينو اب شرك الأكبر انت دعا وديقو حادثة انو كل دسرحو اب هوتناتو عبادو يبالاشو اللو مالتيو نمنتا انت دعا لنا مغنياتو ربنا عز وجل اب سورة الزمر ببل سوسان حموشتن آية انتايلو لئن أشركت ليحبطن عملك له انت دعا شركا وغيركا انت دعا بشركا وديكا سني سرحكا كلك بالاشو إلو ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إلو أبصرة الأنعام مبل سمانيا شمنتن آيها دماني إذن انت دعا شركا وديكا حادثب نخل سرحاتو إذا بالاشو اللو مالاتيو وإذا كان من أنواع الشرك الأصغر فغايته أن يحبط العمل الذي قارنه الرياء شرك الأصغر انت دعا خوينا لكن مثال انت اسجد الله خونو ابتا اند اسجد خلو ريا انت اغيرلو نزا صلاتي زي تبالاش ولو كل عملنات كا تبالاش اين بلونينا لكن شرك الاكبر انت اخوينو نسال الله السلامه والعافيه نخل سرح كايو زبلاش ول كمالتيو اذا الشيخ رحمه الله عليه تايلو
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. نسأل الله السلامة والعافية. انت دعا حادث بشرك الأكبر انت دعا وديقو كل سرحي زبالا شو كميلو انتو بخيبلو ان كابزو الدنيا انت دعا تفاني دماني كابتم ابحاو جهنم موا ألهم زنبرو كابعتم يزقون مالتيو. إذن إذن انت دعا فليتك عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك بأري عندك في اللزلون بأر قداي ناي توحيدي مالتي مغناتو ملو هيوت كاد سراحك هيو انت دا زبالا شولكا انت دا خوينو زيركزي اصبقنا هنفلطون كنت نققلونيو زلنا مالتيو. ما عليك عرفت ان اهم ما عليك معرفة ذلك زي اتزعابيك تفلطو زلكا مالتيو لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكة ايزي كتفلطو زلكا ايو مغناتو رب سبحانه وتعالى خابزا شبكة زي أكابزا سكعت زي أم انتخد حنكا وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذي شرك زي عبي متنققتا رب سبحانه وتعالى هيب النائي شرك زي قبر سب انتدعى خوينو محرت عبي شرك قولو انتدعى ميتو محرت زبها ليبولون رب سبحانه وتعالى أن شرك زي ودقي أي غفر اللونيو مالت توبة خيبل انت رعمويتو صباح نقه محرت يبولون مالتيو. أما تحت شرك انت رعخوينو كالي عين الزنبتات انت رعخوينو رب سبحانه وتعالى ولك وخبز الدنيا زي توبة خيبل اتفعلين كله السبزي كغفر له اب تحت مشيئة الله تعالى يزلو. لكن شرك انت قبر اب شرك الأكبر ودي أخلو خبز الدنيا زي انت رعتفعلين لكن مغفرة زبهال يبولون مالتيو. بقري نزو قدائز نخن فلتو عبي نقر سلزخونة معرفة القواعد الأربعة إذن أربعة مسارتات إزيئات كنفلتن ألنا مالاتيو. ولذلك انتايلو تي زيارة مقلتس كنوبول انتر أخوينا نتي قدمنا زقلتنا. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار له انتر أشركاتي ونتي سرحة تزني سرحز نبركا ابيوت كا صبوت خيد نيركا توحيد نيركا امو مليسكا اب شرك الاكبر تراودي كاسني صباح نغو محرز زبحال يبل كان توبه خيبل كان تر امويتكا مخنياتو الله سبحانه وتعالى انتايلو انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. ازي عبي متنققتا ازي مالت شركز غبرسب متوبه خيبل تر امويتو فقد حرم الله عليه الجنة جنة عدل يبولون مالتي زي بسورة المائدة مبل سبعا كلتن آيال لو مالتي. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك بارنا قد نخلنا أزقو دايزي أصبغنا كنفلت لنا مالتي. ومن الحكمة ومن العقل أن يعرف الإنسان الأمور الخطيرة التي فيها درر ليتقيها كبت حكمة كبت عقل دماني ودسب تعبي حدا جنيا زخون نجر نعك فلت الله مالتي منتن كبتي حدا جاتي نخدحن مالتي. فالإنسان إذا عرف خطر الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منه. انت دعا عبيت أجمع مخانو عبي نجر مخانو انت دعا فليت كاين نز الشرك زي كابو كتنك كتكلخا كمود ماني حتى رب سبحانه وتعالى وين تلومنا مالتيو انتي كابز قداي زي نخد احنا كامالتيو تقداي عبي مخانو شرك حدقا مخانو سلز فلت كامالتيو. اما اذا كان لا يعرف خطر الشرك فانه لا يبالي ولا يخاف منه. شرك انت زي فليتو قن حدسب ولا حان تقجج اهبلونيو ولا ونابون تودقون اي فلتني مالتيو. مع ان الانبياء والصالحين يخافون من الشرك توم عبيت صالحين زبهلو حتى انبياء كيترفون كابز شرك زي بتعم يمدفور حنيرهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر بلو زي أب رواية الإمام أحمد زلو مالتيو تزفر كاب تزفر حالكم حادثني شركي إيلو ما النبي. إذن بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يخاف فربما وقع فيه وهو لا يدري مهناتو زي شرك زي انت زي فليت كايو كتودق تخيلي خاب شرك مالتيو. إذن نايقد نخونكا كتفلتو ألكا مالتيو. إذن فإن العبد أو فإن العبادة سخون يكون عبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان.
عبادة تقبلنا تأيركبني إلا كل تشرط كما لألو مالتي. الشرط الأول أن تكون خالصة لله مالت عبادة تسرحو تقبلنا نخركب أبقى المربر خالص كون ألو مالتي خالص لوجه الله ليس فيها شرك شرك زي بلو خون ألو. فإن خالطها شرك بطلت مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت كم زي حدث بدو غيرو نيرو قد مسلاتو انت دعا حدث انت دعا غيرو سلاة انت دعا سجدو تقبالنا تيبولون مالتي لك عقوم دماني شركي انت دعا ودقو عب شرك انت دعا ودقو حدث بفلي عب شرك الأكبر تا عبادة زي قبرة زلو يكون كومون شركو تي سرح سرحات كل يبت المالتي ويد ماني شرك الأصغر انت الأخوينا نزا حج شرك غير الله دلو سرح زيا تقبل النت يبلها المالتي. إذن زي اتحاد شرط كمال دلو إخلاص كله ولو حد سرح تقبل النت نخرك مالتي. ولذلك ربنا عز وجل تايلو ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون تدع شرك جيروم تسرح وزنبورو بعد اللي زخوني له زي أبصرة الأنعام بل سمانين شمونتن آيال لو مالتي. هذا هو الشرط الأول ميزان قبول الأعمال عند الله عز وجل أبقى المربي تقبال إنت نخرك بحال سرح انت يكون له ولو انت دع تبهيلو قدام أي مسفرتي إخلاص كل ولو مالتي. ولذلك ربنا عز وجل أبصرة الكهف انت يلو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن ترى شرك غير كالوس تقبلنا كم زي بلو بزي برهلنا مالتي. كمون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لهم مالت تقبارات نيدك سبب تقبلنا زره بلو كله بنياء مالتي. انت دعا نياخان دي رب انت دعا خوينو تقبلنا تيبولو نياخان رب سبحانه وتعالى انت دعا خوين دماني تقبلنا تألو مالتي. ولذلك ربنا عز وجل بسورة الفرقان انتايلو ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك نعخايكن يا محمد يا رسولنا صلى الله عليه وسلم زتلاخه ملختن والى الذين من قبلكم وان بتمكن مخاز نبرون زتلاخلو انتايسو لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين انت لا شرك غير كازني سرحك تبالاشيو تقبلنت يبلون مالتيو بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نرب سبحانه وتعالى راح تجزا كابتوم شاكرين دماني كوني خا زي أبصرة الزمر اللو مالتيو. ولذلك ربنا عز وجل وانتايلو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلو كموين حديث أبي هريرة اللو رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى أب حديث القدس كم زيلو إن الله تبارك وتعالى يقول إني أنا أغنى الشركاء عن الشريك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه هو للذي عمله. زي أب رواية مسلم اللهم عليتيو مالت كابتم شرك كقبر اللهم شركة زي دلو كابتم نلعلي أنيلو. إذن ترى حدث شرك ترى غيره تركته هو شركه مستا شرك قبره مستا عايز قد فايله رب سبحانه وتعالى زي قدامي تشرطي تقبلنا نخرك بسرح مالتي. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة. قال أي تمسفرتون كما لازلو إخلاص كله اللو إلنا قال أي دماني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام رسول زمتوه من قدي بوخونا له كاب رسول زمتوه انترا خونا حد عبادة انترا قيركا تقبالنا تيبولون بل حدش مهزو خوينو خرافة خوينو يترف مالت تقبالنا تبقى المربي اي ركبني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام انتايلو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردي لهم أبكالي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردي لهم فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتعالى رسول عليه الصلاة والسلام حيث ما دموتون عقد كون دلوا باستحسانات ويدماني بنية طيبة إذا استحان تبقى تتخوني إذا تقرار بنا تخوني إلكا أنت رأى سريح كايو أبقى المربي تقبالنا تيبولون كل سراحة تقبالنا نخركب بمن قدنا رسول عليه الصلاة والسلام يكون زلو. لذلك ربنا عز وجل بسورة الحشر من بن شوعة آيان تايلو وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تعالى رسول حيث ما صلى الله عليه وسلم
وسلم زموجو نعاه بآخر دخا رسول عليه الصلاة والسلام زخل كل وخبات كل كليز لك. إذن ولذلك الفذيل ابن عياد رحمة الله عليه أب سورة تبارك دل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبل بزعبازي أن تيلو أن يكون العمل أخلصه وأسوابه يلون فإنه إذا كان خالصا ولم يكن سوابا لم يقبل ولكن بمن قدنا رسول أنت أخوين حدث راح أمو دماني إخلاص زيب اللي أنت أخوين لا يقبل عند الله وإذا كان سوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا سوابا كل جزء خالص وسواب خالص انتهى مالته لله عز وجل وسواب دمان أي بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله عز وجل بسورة العمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه له ابن عباس رضي الله عنهما انتهى له تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود أهل البدع والتفرق له كل جزء توم من قد سنة من قد رسول صلى الله عليه وسلم زخطلو حتى يوم القيامة مسكونة قد أمي بره مالتي توم من قدنا رسول صلى الله عليه وسلم زي حزود ماني كل جزء قد أم تسلم يخون مالتي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.